الرياضه كان في عرس ديمقراطي من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 7 مساء، والحمد لله يعني كانت الرياضه على مستوى طيب وحضاره وتنافس شريف، كل واحد بيعرض برنامجه، كل واحد بيعرض اللي هيعمله في الصياده. الحمد لله كان في تنافس شريف ونزل اليوم كله كان تنافس ممتاز جدا، وبنشكر كل الصياده اللي حضروا، وان شاء الله بنوعد الناس اللي هي ما حضرتش ان هي تبقى تيجي بعد كده ان شاء الله. و في شويه مطلوب من كل احنا بندي نموذج لكل النقابات المهنيه، بندي نموذج لكل النقابات اللي ممكن تتم على مستوى مصر، ان في تنافس شريف، تنافس على برامج، ان احنا ازاي نبني مصر، نتعلم الديمقراطيه مع بعض، عايزين نبني مصر مش عايزين نخرب. كل اراء وكل النقد البناء مطلوب، لكن موضوع التخريب، موضوع وقف المؤسسات، موضوع قطع الطرق، هذا لا يليق تماما بابناء مصر ولا اهل مصر. فاحنا النهارده عطينا نموذج جيد في وضع هادئ مثمر، كل حب، تنافس شريف، وده شيء طيب جدا. ونسال الله سبحانه وتعالى ان هو ان شاء الله تكون ده دفعه للمهنه ايا كان مين اللي يفوز، او دفعه لبلدنا ودفعه لمؤسسات بلدنا. واحنا ان شاء الله باذن الله كلنا امل ان بكره يكون افضل باذن الله لكل زملاء الصيادله ومهنتنا، من باب الخدمات، من باب التطوير العلمي، من باب العمل الجماعي، من العمل المؤسسي. وان شاء الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه